ارحب بحضراتكم من جديد في رأي عام. الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم النهارده عدد من خريجي مبادره رواد المستقبل، وهم مجموعه من الشباب المبدع والمتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الرئيس في حفل التكريم اكد ان المصريين على درجه عاليه من النباهه، لكن المشكله في عدم القدره في الوصول او على الوصول الى هؤلاء، وانه لابد من ايجاد اليات لاستدعاء العقول المتميزه وتاهيلها وتدريبها. الرئيس وافق على انشاء 7 مناطق تكنولوجيه، اربع مناطق انتهى العمل فيهم بالفعل، وثلاثه هيتم افتتاحهم قريبا. وافق أيضا على زيادة التمويل المقدم لهذه البرامج ليصل إلى 400 مليون جنيه. نشوف جزء من كلمة زي ما قلنا لحضراتكم أنه بعد فقرة الأخبار هيكون عندنا فقرة خاصة نستضيف فيها ثلاثة من اللي كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، منت الله وولاء ويارا، هيكونوا معنا إن شاء الله بعد فقرة الأخبار. إلى خبر آخر، وزير المالية دكتور عمرو الجرحي قال إن مصر تخطط لتجديد اتفاق تمويل بقيمة 2 مليار دولار مع البنوك الدولية مع تطوير مصادر بديلة أيضا للتمويل زي إصدار سندات دولارية مقومة باليورو. الجرحي قال في تصريحات لوكالة بلومبرج الأمريكية إن عملية إعادة الشراء اللي عرضت البنوك الدولية زيادة 5 مليار دولار في مداها ستظل دون تغيير في الحجم وربما في المدة الزمنية. الوزير قال أيضا أن التجديد المتوقع ينسجم مع خطة الحكومة لتمويل العجز وتسديد الديون الخارجية، وأن الخطة لبيع 4 مليار دولار من السندات و1.5 مليار يورو من الديون سيحدث على الأرجح في الربع الأول من عام 2018. في نفس الوقت صندوق النقد الدولي قال ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وزياده ثقه المستثمرين الدوليين في مصر. معايا على التليفون دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي. دكتور رشاد مساء الخير. مساء الخير. هل خطه الحكومه لتمويل العجز وتسديد الديون الخارجيه من خلال السندات يعني ده امر يعني ايجابي؟ في بعض الاحيان ما بقاش عندك بدائل. يعني انت ايه على نظام مجبر اخاك لا بطل. انت عندك فجوه تمويليه وعندك مشكله، وانت 70% من اكلك وشربك ومكنك والاتك بتجيبها من بره وبتجيبها بالعمله الاجنبيه وما عندكش عمله اجنبيه. فتعمل ايه؟ المدى القصير بيبقى لازم هي مساله الاقتراض. انما البديل والبديل الجيد واللي مطلوب ونمشي بنفس الخط وعلى التوازي يعني انك تبتدي تشتغل صح، تبتدي تحسن بيئه ومناخ الاستثمار، تجذب استثمارات من بره، تبتدي تصدر اكتر، تحسن بيئه الامن فالسياحه تيجي اكتر، اللي هي مدخلات اللي بتجيب لك عمله اجنبيه. لكن ده قد ياخذ بعض الوقت، وانت زي ما قلنا 70% من اكلك وشربك ومكنك وآلاتك وغازك وطاقتك من الخارج. فعشان ما تجيش النهارده تقول انا مش قادر اسدد التزاماتي تجاه الغير او مش قادر اامن احتياجات الشعب المصري من الغذاء والسلع الاساسيه فتضطر انك تقترض. طب دكتور يعني الكلام او التقييم بتاع صندوق النقد الدولي لما قال انه برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزياده ثقه المستثمرين الدوليين في مصر، يعني الى اي مدى هذا التقييم يساعد في يعني تحسين صوره الاقتصاد المصري على الاقل لدى الخارج؟ ما تنساش انك لما رحت لصندوق النقد الدولي انت ما كنتش مزنوق قوي لل 12 مليار بقدر ما كنت انت عايز تاخد شهاده من الصندوق ترسل للاخرين مستثمرين وغير مستثمرين انك الاقتصاد بتاعك ابتدى يتحسن، وضعك الاقتصادي ابتدى يبقى جيد، انك قادر على سداد مديونياتك. فده يفتح لك بابين، يفتح باب الاستثمارات الاجنبيه انها تيجي تشتغل عندك، وده مهم جدا لان الاستثمارات الاجنبيه معناها ان مشروعات جديده، معناها خلق فرص عمل جديده، معناها تشغيل شبابك، معناها القضاء على مشكله البطاله، معناها توازن بالعرض والطلب واستقرار الاسعار وخفض الاسعار، معناها قدره تصديريه اكبر. فده جزء مهم جدا. انما اللي ما بيحبذوش قوي ولغايه دلوقتي احنا لسه ماشيين فيه وده بقوه الدفع، ان الاستثمارات دي
في السندات، والسندات يعني قروض. علشان كده تلاقي رقم المديونيه بتاع مصر ارتفع جدا. انما بنعمل فتره تاليه يبتدي الاستثمارات الحقيقيه والاستثمارات الانتاجيه هي اللي تتواجد، لان زي ما قلت لك دي مصنع صغير مساحته 1000 متر بيشغل 5 و6000 عامل، فده اللي بيهمني قوي الفتره الجايه، وبيضخ انتاج وبيقدر يعمل اللي اتفقنا عليه، سواء توازن بين العرض والطلب او القدره التصديريه الاكبر. بشكرك الخبير الاقتصادي دكتور رشاد عبده، شكرا جزيلا لحضرتك. وزارة المالية أعلنت النهاردة أن مؤشرات الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وصلت ل 88 مليار و 648 مليون جنيه في مقابل 57 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي. عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال أنه تم تحصيل ضرائب من الجهات السيادية تقدر ب 16.4 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي، في حين أن حصيلة ضريبة الدخل وصلت إلى نحو 21 مليار و760 مليون جنيه مقابل 16 مليار جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي، وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر وصلت 40 مليار جنيه. وزارة المالية نفت تماما نيتها تعديل ضريبة الدخل اللي بتمس الأفراد، وأكدت أنه قد تحدث تعديلات على ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات، لكن لن يحدث تغيير في ضرائب الدخل. معايا على التليفون دكتور عمرو المنير نائب وزير المالية. دكتور عمرو مساء الخير. مساء الخير أستاذ عمرو. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، يعني هل الحصيلة كده بتحقق المستهدف ولا لسه؟ لا حضرتك يعني ما كنتش مع يعني سامع حضرتك المقدمه. حصلت حصلت الاول ولا بس العام الماضي؟ افندم حضرتك تسال على حصيله الربع الاول. الربع الاول العام. الربع الاول من هذا العام. نعم الحقيقه حققنا اكثر من المستهدف بحوالي 1%، يعني اكثر من المستهدف، و يعني يزيد عن معدل نمو عن العام السابق بحوالي 50% عن نفس الفتره من العام السابق، فاحنا حققنا اكثر من المستهدف خلال هذا الربع، وده مؤشر جيد. طيب هل يعني ما يتعلق بنسبه التهرب من سداد الضرائب هل ما زالت يعني عاليه ولا تغيرت الى مؤشر ايجابي؟ يعني انا دايما زي ما بقول التهرب الضريبي دي ظاهره موجوده في العالم كله، ومصر ليست يعني استثناء من ذلك. احنا بنحارب التهرب الضريبي. زياده الحصيله الضريبيه بشكل يعني بنسبه كبيره، زي ما حضرتك شفت العام السابق كانت زياده 31% مقارنه بالعام الاسبق، ده معناه انه في جهود بتتم لمكافحه التهرب الضريبي، سواء في مجال مكافحه يعني او يعني الاقتصاد غير الرسمي على العمل. احنا من لا نكافح الاقتصاد غير الرسمي، بالعكس عايزين نشجعه انه يدخل في المنظومه الرسميه، ولكن مكافحه التهرب الضريبي بتسير بشكل جيد. طبعا لم نصل الى المستوى المطلوب لانه ده بيتطلب مجهود كبير وقدر كبير من قواعد البيانات والمعلومات الغير متوفره بشكل كافي حاليا، ولكن في جهود سواء من خلال تبسيط الاجراءات الضريبيه عشان نشجع الممولين ان هم ينضموا للمنظومه الضريبيه، من خلال جهود يعني تجميع بيانات ومعلومات، وكذلك تشريعات اكثر بساطه وسهوله واسهل تطبيقا. طيب دكتور عمرو، بالنسبه لضرائب الدخل الوزاره قالت ان ما فيش تعديلات عليها في الوقت الحالي، هل يعني منتظر ان تحدث هذه التعديلات في وقت لاحق؟ لا، احنا بنرى ان سعر الضريبه الحالي هو سعر مناسب جدا ومنافس، سواء بالنسبه للشركات لانه يعني احنا 22.5% في دول حوالينا عندها اسعار اقل ودول عندها اسعار اعلى، فهذا المعدل هو معدل منافس لجذب الاستثمارات مع الحوافز الاستثماريه اللي موجوده في قانون الاستثمار، ده من باب من ناحيه الشركات. بالنسبه للافراد ليس هناك اي يعني نيه في الوقت الحالي لعمل او لزياده ضريبه الدخل على الافراد، سواء من المرتبات او الانشطه التجاريه والصناعيه. بالعكس احنا في العام السابق عملنا خفض او ما يسمى خصم ضريبي اللي هو التاكس كريدت للمرتبات ودخول الافراد، بدات ب 80% للشرائح الاقل وحتى يعني 5% للشرائح الاعلى، وبالتالي ليس هناك نيه ولا اتجاه الى تعديل الضريبه على او اسعار الضريبه على الافراد ودخول الافراد. ده في الوقت الحالي. يعني في على الاقل في الفتره يعني على الاقل في العام المالي الحالي، و
بيتم عكس النظر في كل فترة إذا كان نستمر في ذلك ولا لا، بس على الأقل في هذا العام المالي الحالي حتى نهاية العام المالي في يونيو 2018 ليس هناك نية لذلك. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو المنير نائب وزير المالية، شكرا يا فندم. المهندس طارق الملا وزير البترول زار النهارده مشروع تنميه حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط لمتابعه الاعمال والاجراءات اللازمه لاطلاق او بدء انتاج الغاز من الحقل قبل نهايه العام الجاري. الوزير اكد ان الفتره الماضيه شهدت دفع العمل بشكل غير مسبوق في تنفيذ مشروع حقل ظهر بهدف الالتزام بالجداول الزمنيه لمراحل الانتاج وعدم الحياد عنها، وان نسبه تقدم الاعمال بالمشروع بلغت حاليا 91%، وده يشير إلى بدء العد التنازلي للانتهاء من تنفيذ المشروع وإطلاق الإنتاج في نهاية العام الجاري. معايا على التليفون دكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية. دكتور حسام مساء الخير. مساء الخير يا فندم عليكم وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. ويعني واحنا بنتابع يعني مراحل حقل ظهر و91% من نسبة تقدم الأعمال في المشروع، نتساءل يعني إيه النتائج اللي هتعود علينا كدولة كشعب من هذا الحقل؟ الأول خلينا حي حضرتك وحي السادة المصريين جميعا بمناسبة احتفالات أكتوبر. الحقيقة الحقل الظهر ظهر لمصر في 2015، وكانت دي بداية الاكتشاف أو بداية الإعلان عن هذا الاكتشاف، ومر بكل المراحل المطلوبة الحقيقة عشان يوصل لمرحلة الاستخراج، والشعلة بدأت إطلاقها من 3 شهور فاتت، شعلة بداية الإنتاج التجريبي أو التشغيل التجريبي للحقل الظهر. نتوقع حسب ما تم الإعلان عنه النهاردة إن هذا الكلام يدخل حيز التنفيذ في نهاية هذه السنة أو تحديدا في شهر 12 القادم إن شاء الله. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو ايه فايده ظهر بالنسبه لمصر؟ فايده ظهر بالنسبه لمصر والمصريين كلهم، اولا هيجعل مصر في مصاف الدول الاولى المتقدمه في انتاج يعني الغاز الطبيعي، دي نمره واحد. نمره اثنين ده هيوفر الشحنات اللي يتم استيرادها من الخارج لتشغيل محطات توليد الكهرباء والاستخدامات الاخرى. رقم ثلاثه هيوفر العمله الصعبه لمصر في هذا الشان. رقم اربعه هيفتح آفاق أخرى جديدة داخل مصر غير استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات وما شابه ومحطات توليد الكهرباء، وهندخل عصر البتروكيماويات من أوسع أبوابه، وده معناه قيمة مضافة لمصر. الغاز الطبيعي كغاز لو تم حرقه في الاستخدامات اللي أنا قلت لحضرتك عليها اللي هي المنازل والسيارات والمصانع وما شابه والأسمدة، ده غاز مجرد بثمنه بالقدم المكعب. اما مع صناعات البتروكيماويات فده معناه قيمه مضافه لهذا الغاز، وبالتالي مصدر من مصادر العمله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور حسام عرفات رئيس شعبه المواد البتروليه. إلى خبر آخر، علي فرج وزوجته نور الطيب أول زوجين يفوزان ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش في تاريخ اللعبة. طبعا ده حصل بعد ما فازوا في المباراة النهائية لفردي الرجال وفردي السيدات، وشايفين حضراتكم صورة كابتن علي وكابتن نور. موقع يو اس اوبن سكواش قال ان فرج والطيب اصبحا اول زوجين يفوزان باول لقب عالمي في الاسكواش او اي رياضه كبرى اخرى سويا في نفس اليوم، يعني اول مره تحصل في التاريخ، وان نور الطيب استطاعت التغلب على البدايه الضعيفه اللي كانت بداتها بالبطوله وتغلبت على منافسيها اللي بينهم الحائزه على لقب مرتين لورا ماسارو. طيب معايا على التليفون الكابتن نور الطيب. كابتن نور مساء الخير والف مبروك. مساء الخير. الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا. وكابتن علي فرج ايضا معايا على التليفون، مساء الخير يا كابتن علي والف مبروك. مساء النور، متشكرين جدا. طيب انتم فين دلوقتي؟ انا متجه على لندن عندي بطوله ثانيه، ونور متجه على نيويورك عندها بطوله ثانيه برضه. ايه ده، هتسيبوا بعض النهارده يعني؟ طيب احكوا لي على البطوله دي، يعني انتوا دخلتوا التاريخ كاول زوجين يفوزان ببطوله يعني في تاريخ اللعبه، تاريخ الاسكواش. والله يعني
اتفضل يا كابتن علي، اتفضل. مين اللي هيتكلم الاول؟ والله يعني احنا طول عمرنا بنحلم باللحظه دي ان احنا نكسب بطوله كبرى مع بعض، وان احنا نعرف نحققها بالسرعه دي. يعني كنا متخيلينها تيجي بسرعه كده، والحمد لله يعني. وهو الحقيقه بمساندة بعض، يعني ان النور فاهمه قد ايه انا محتاج في اللعبه، والحمد لله انا بحاول برضه اساعدها، فده بيساعدنا كتير جدا ان احنا نوصل القمه بطريقه اسرع يعني. طيب، و يعني المباريات النهائيه، المباراه النهائيه لفرد الرجال والمباراه النهائيه لفرد السيدات اقيمت في نفس اليوم المباراتين؟ اه، فرق بينهم 5 دقايق، يعني انا خلصت ماتشي وعلي كان بعديه 5 دقايق. طب جميل جدا. ايه كان شعوركم قبل المباراه بقى؟ يعني وانتوا وصلتوا للنهائي فرد الرجال وفرد السيدات، هل فكرتم انكم ممكن تفوزوا بالبطولتين؟ بص انا اقول لك حاجه، اولا ان احنا كنا فخورين جدا جدا نهائي الرجال ونهائي السيدات الاثنين مصريين خالص، يعني ما حاجه شرف ان احنا نمثل مصر وان احنا نفضل نقدر نوصل للنهائي كلنا مصريين. فكنا داخلين طبعا نفسنا نكسب جدا، بس عارفين ان حتى لو راحت مننا هتروح حد مصري، فده كان احساس لوحده اصلا بيشيل من على الواحد ضغط شويه. وانا يعني كنت يمكن الناس تشوفها ان انا ما كنتش محظوظ، بس بالعكس انا حاسس ان انا كنت محظوظ ان انا بعد نور، لانها لما كسبت هي ادتني دفعه قويه جدا وادتني ثقه ان احنا ان شاء الله نقدر نحققها يعني. بس في نفس الوقت ممكن يكون جالك مشاعر طب خلاص نور كسبت، يعني خلاص كفايه بقى. لا لا، انا كنت عايز احقق اللحظه التاريخيه دي، والحمد لله ان ربنا وفق وعرفنا نحققها مع بعض يعني. لما بداتم البطوله نفسها، هي طبعا يعني كلمني عن البطوله، هل البطوله دي يعني من البطولات الكبيرة جدا في العالم اللي هي يعني بطولة أمريكا للإسكواش كابتن علي؟ بص هو حضرتك، هو احنا عندنا في العالم طبعا أكبر بطولة، ودي كل سنة بتحصل في حتة مختلفة. بعد كده عندنا 7 بطولات الكبرى، 3 منهم بتحصل في أمريكا، دي واحدة منهم اللي هي بطولة أمريكا المفتوحة، واحدة في إنجلترا، واحدة في قطر، واحدة في هونج كونج، واحدة في بطولة جونة الدولية اللي بتحصل كل شهر 4 في مصر. وبينظمها كابتن عمرو منسي. فدي واحدة إحدى يعني 7 بطولات الكبرى في العالم، فإن احنا نقدر نحقق البطولة دي. يعني أنا كنت عمري ما وصلت نهائي واحدة من البطولات الكبرى دي، نور كانت وصلت مرتين قبل كده، بس نور بالذات يعني أنا يمكن طبعا كسبت الحمد لله ناس كتير جدا في السكة، بس نور كسبت رقم 4 على العالم، رقم 3 على العالم، ورقم 1 على العالم عشان تكسب البطولة دي، فكانت إنجاز تاريخي ليها الحقيقة، وإن شاء الله إن شاء الله تقدر تحققه تاني وتاني. طيب ما بتفكروش إن أنتوا تعملوا مباراة كده استعراضية مع بعض؟ انا اكسب. اسمع اجابه كابتن نور الاول. يا كابتن نور، لا 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 طبعا، يعني احنا ساعات بنتمرن مع بعض، يعني عشان بنبقى عارفين كل واحد محتاج يتمرن على ايه، فساعات كتير بنتمرن مع بعض، بس لا مش هينفع نلعب ماتش مع بعض. طب ناخد راي كابتن علي، ممكن يكون عنده راي يعني راي مختلف ويقرر هو، يعني ده هو الراجل في الاخر. زي ما قالت حضرتك، زي ما قلت لحضرتك، احنا بنتمرن مع بعض كتير، يعني احنا ده يبقى شرف لينا ان احنا نلعب ماتش مباراه استعراضيه قدام الناس يعني، ولو في اي فرصه يا ريت يعني، ده يبقى شرف لينا. طب خلاص، احنا دلوقتي اكيد هو صديقي العزيز كابتن عمرو منسي يمكن سمعنا دلوقتي او هيسمعنا بعدين، نقول له ونقترح عليه انه نور الطيب تلعب مع علي فرج مباراه استعراضيه، ايه رايكم؟ يا ريت ان شاء الله. احنا مبسوطين جدا. وتيجوا تلعبوا المباراه هنا عندنا في الاستوديو. ده يشرفنا ان شاء الله. الف الف مبروك، وانتم يعني رفعتم راسنا، وانجاز جديد يضاف الى انجازات الرياضه المصريه. علي فرج وزوجته نور الطيب اول زوجين يفوزوا ببطوله امريكا المفتوحه للسكواش في تاريخ اللعبه. الف مبروك، وفي انتظاركم ان شاء الله. متشكر جدا، مع الف سلامه. اللجنة القومية لمئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عقدت النهاردة مؤتمر للإعلان عن تفاصيل تنظيم مئوية الزعيم الراحل اللي هتكون في بداية 2018. أعلنت أنها ستعمل من اليوم وحتى يناير 2018 على استقبال مقترحات الناس عن المئوية والتجهيز للاحتفالية. خلونا نشوف جانب من المؤتمر. بدأناه النهاردة. عقدت اللجنة القومية لتنظيم مئوية جمال عبد الناصر بحضور عدد من الرموز الوطنية المصرية والعربية مؤتمرا للإعلان عن برنامج المئوية تمهيدا للاحتفال بذكرى عبد الناصر في يناير المقبل. جمال عبد الناصر رافض يتحول إلى تاريخ. جمال عبد الناصر رغم وفاته من
أكثر من 47 سنة، هو رافض أن يتحول إلى تاريخ زي ما قال أخونا عبد الحليم أندين، قصة نحكيها من بدايتها لنهايتها. الحضور من المنضمين والرموز الوطنية أكدوا على أهمية الحدث لما فيه من توثيق صريح لتاريخ الزعيم الراحل. هو تاريخ عبد الناصر هو تاريخ الشعب المصري، وإحنا جينا من أجل توثيق هذا التاريخ وتقنينه، لأن في نسبة كبيرة من الأجيال الشابة لا تعي من هو عبد الناصر. عبد الناصر لم يكن زعيما عابرا في تاريخ الأمة العربية، وإنما كان مشروع وطني وقومي. هذا المشروع تعرض لتحديات وما زال، والأمة العربية هي في لحظة حرجة وخطرة وبحاجة لاسترداد الوعي الجامعي لشعوبها. رؤيتنا اللي بنطرحها أن إحنا بنحمل على عاتقنا وعلى أكتافنا حلم ومشروع لأمة سيتم العمل عليه ويتم تطويره وفقا لمعطيات الزمن المرحلة الحالية اللي احنا فيها، وبالتالي يتم طرح رؤية مستقبلية كيف يتم تطوير هذا المشروع وطرحه. بنجهز من الآن، يعني قبل ثلاث شهور من معاد ميلاد الزعيم في 15 يناير 2018، مفترض ان احنا بنعمل يعني ايه مراجعه لكل افكارنا في المشروع الحضاري الناصري، ونقدمه في هذه المناسبه الهامه جدا للعالم وللامه العربيه بشكل خاص. وبنقول ان هذا المشروع هو المشروع الوحيد لانقاذ الامه العربيه مما هي فيه الان. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من الشخصيات العامة والسياسية والإعلامية تتولى الإعداد والتحضير للاحتفال بمرور 100 عام على ذكرى مولد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لا علاقة لها بالأحزاب، ومستمرة في عملها حتى يناير 2018. وتمت دعوة عدد من الشخصيات الناصرية العربية التي لديها اهتمام بالاحتفال بمئوية الزعيم جمال عبد الناصر باعتباره زعيما وبطلا قوميا أحب أمته العربية وبذل جهدا كبيرا على كافة المستويات من أجل وحدتها. قوات سوريا الديمقراطية أعلنت النهاردة عن بدء المرحلة الأخيرة من معركة الرقة. المرحلة دي أعلنت بعد خروج أكثر من 3000 مدني و275 إرهابي من عناصر داعش في إطار اتفاق لم يبقى بموجبه سوى المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش وأفراد عائلتهم داخل المدينة في مواقع متفرقة بالوسط والشمال. قوات سوريا الديمقراطية اللي بتحصل على دعم من التحالف الدولي والولايات المتحدة أعلنت أن تحرير الرقة أصبح في مراحله الأخيرة بعد ما تم اتفاق بين مجلس الرقة المدني ووجهاء العشائر العربية مع عدد من المقاتلين المحليين في صفوف التنظيم بهدف تفريغ المدينة من المدنيين اللي كان بيستخدمهم التنظيم كدروع بشرية. لاعب كرة القدم العالمي ميسي أعلن أو أعرب على حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك عن فخره بكونه سفير لحملة تور أند كيور للسياحة العلاجية من مرض فيروس التهاب الكبد الوبائي في مصر. ميسي قال إن البرنامج العالمي اللي تم إطلاقه في مصر للقضاء على فيروس سي حول العالم أثمرت جهوده بإتمام علاج أكثر من 1,000,000 شخص حتى الآن، منها حالات كانت على قوائم الانتظار لتلقي العلاج بعد أكثر من 2 عامين. ميسي دعا جماهيره إلى الانضمام للحملة لنعيش في عالم خالي من فيروس سي زي ما قال. معايا على التليفون المهندس سامر وجيه رئيس مجلس إدارة برايم فارما المنظمة لبرنامج تور أند كيور. مساء الخير يا باشمهندس سامر. نور يا عمرو بيه والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني يمكن التغريده اللي كتبها ميسي يعني رجعت الناس للزياره اللي قام بيها هنا لمصر، وناس كثيره اعتقدت ان علاقه ميسي بالحمله خلاص انتهت بعد الزياره. لا بالعكس، دي ما انتهتش، دي بدات الحمد لله. وهو الراجل بيساعد جدا جدا معانا، وبيساعد بالادويه بتاعته في الارجنتين، واحنا كنا منتظرين بدء الموسم ويبدا يتفاعل معانا اكتر شويه. احنا فوجئنا بعد الماتش بتاع الارجنتين اللي صعدت بيه كاس العالم وهو جاب 3 جوان،
هو الراجل في حوار تلفزيوني يتكلم عن الموضوع بتاع تورين كيور وازاي ده بيفيد الناس في العالم وازاي هو متداخل ان يحاول يساعد الناس في كل العالم مش في بلده بس. وفوجئنا ان هو عامل البوست ده على الفيسبوك وعلى يمكن كمان على تويتر. وهو بيقول ان هو فخور ان هو بيبقى معانا وان هو بيساعد الناس، واحنا كمان ردينا عليه برضه قلنا له احنا كمان فخورين ان انت معانا عشان مع بعض نقدر نساعد اكبر عدد من الناس ممكن في العالم كله. هو لسه سفير للحمله يا باشمهندس؟ طبعا لسه سفير للحمله، بالعكس ده هو طبعا ميسي هو نجم سفراء الحمله بجانب النجم الكبير داني ألفيس والكابتن حازم امام والكابتن احمد حسام ميدو والنجم محمد حمائي وحسن الشافعي، يعني النجوم الحمد لله او سفراء الحمله من احسن الناس كاشخاص قبل ما يكونوا فنانين كمان او نجوم. يعني ايه الجديد اللي ممكن يقدمه ميسي دلوقتي؟ هيقدم حاجه جميله جدا اليومين الجايين دول، لان هو ميسي طلب ان هو يتقابل بعض المرضى اللي خفوا، فطلب يعزمهم على ماتش من ماتشات برشلونه الشهر الجاي. طب حلو قوي، يلتقي بيهم قوي 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 ويلتقي بيهم ويسالهم عن تجربتهم، وان الحمد لله انهم شفوا 100% ويبدا يتكلم مع الناس ان مفيش حاجه مستحيله، ما تستناش وقت كبير، مصر فيها علاج. فهو يعني هو قصد ان يقول ان هو فخور ان هو سفير للبرنامج المصري تورن تيور، وقصد يقول البرنامج المصري، وكمان كان حابب يقول ان ليه تنتظر، ما في ناس في بلد فيها ادويه بتخفف الناس الحمد لله. نعم. وبرنامج تورن تيور الحمد لله عمرو بيه كمان يعني ببسط الناس بيه، نسبه النجاح فيه 100%. حاجه رائعه طبعا. الحمد لله. بشكل شخصي هل حضرتك بتتواصل مع ميسي؟ على طول. اخر مره كان امتى؟ يوم ما احنا صعدنا كاس العالم، يوم ما احنا اللي صعدنا. فكان بيجي لي تهاني منهم جميعا، فبعت لهم طبعا قلت لهم يعني ربنا يسهل تبقوا انتوا كمان معانا وتحصلونا وتلعبوا معانا. تمام. وهم حصلونا الحمد لله. هم خدوا الموضوع بضحك يعني ان هم اللي هيحصلونا يعني، فخدوا الموضوع بضحك وحصلونا الحمد لله. هل في نجوم تانيين غير اللي حضرتك اشرت ليهم يعني في طريقهم ان يكونوا سفراء للحمله؟ في حاجه جديده ومختلفه بس ان شاء الله يعني خلينا نعلنها كده خلال بعد اسبوعين باذن الله، في حاجه جديده كبيره جدا جدا برضو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس سامر وجيه رئيس مجلس اداره برايم فارما المنظمه لبرنامج تورنت كيور. عربيه تحقق الاحلام، ده اللي اطلقوا عليها عدد من الشباب بمجرد تشجيع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصغيرة. أحد الشباب بادر بإطلاق مبادرة لمشروع مطاعم متنقلة، استجابت لها وزارة الإنتاج الحربي وتم تنفيذ أول نموذج لمطعم متنقل كل محتوياته مصرية 100%. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر. وجهنا للسيد الوزير مكتب السيد الوزير محمد العصار بالاقتراح اللي احنا عايزين نعمل نموذج العربيه اللي انتم شفتوها دلوقتي، طبعا مصانع الانتاج الحربي. بتوجيه من سياده الوزير للمصنع بدانا في تنفيذ تصميم وتنفيذ وتصنيع هذا النموذج من المطابخ المتنقله. تم تنفيذ النموذج بكربون حمولة حوالي 2 طن استخدم داخل ده تحت الخشب الصوف الصخري اللي هو عازل الحرارة، واستخدم وسائل تهوية عشان الحرارة اللي هتبقى جوه الكرفان، زائد بالإضافة ان الكرفان ده مزود بخزان للمية. لو انت حضرتك نقلت الخزان دوت او الكرفان دوت في مكان ما فيهوش مية تقدر تستخدم الخزان الموجود. روعي انه يحقق قواعد الأمن والمتانة وقواعد المرور في السير في الطرقات، وتم تجهيزه بمطبخ حضاري متكامل رعية في تجهيزه أنه يحقق السلامة الصحية للأغذية، وتم تجهيز العربية ديت بديب فريزر بوتاجاز بأفران كهربية بأفران بوتاجاز قلاية بطاطس فرن كهربي وتجاز عشان عمل مأكولات سريعة زي الكريب والبرجر، بحيث انه يحقق متطلبات الشارع المصري. العربية دي ان شاء الله هنلاقيها في الميادين العامة، في الحدائق العامة، في قصاد المولات، هنلاقيها في داخل الجامعات، هنلاقيها في اماكن كتير ان شاء الله في مصر في الايام اللي جاية. قابل لانه يزيد او تقل المكونات بتاعته طبقا ل
متطلبات الشباب وطبقا لعدد مشاركين في المشروع. لو انت حضرتك عاوز اقل من كده اكبر من كده في اتاحه ان احنا ممكن نعمل اي حاجه على حسب الديزاين اللي قصدنا ننفذه. وبالفعل طلع النموذج قدامكم اهو اللي انتم شايفينه كده، هو ده تقريبا كله 100% بانتاج مصري. وطبقا للنماذج المطلوبه هيتم تحديد السعر بحيث بنحر الزمن يكون سعر التكلفه بدون تحقيق ربح عالي، يا دوبك سعر التكلفه وفي متناول الشباب تشجيعا منا للمشروعات الصغيره ولطموحات الشباب. حاجه تفيد البلد وتفيد الشباب في نفس الوقت، وحاجه تعمل تنميه للشباب وننمى عندهم الحس الوطني ليهم. يبتدي بمشروع صغير زي مشروع المطاعم المتنقله، ودايما المشاريع الكبيره بتبتدي من مشاريع صغيره. في حاجه ان شاء الله بنجهز لها يبقى زي مترو زي في النيل كده. قبل ما نروح لفاصل، بيان من المتحدث العسكري للقوات المسلحة في إطار العملية حق الشهيد. نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 4:30 النهاردة بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 إرهابي وإصابة آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية. وقد استشهد في العملية 6 من قواتنا وجاري استمرار تمشيط المنطقة. هذا وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية. رحم الله شهداء الوطن. بكده وصلنا لنهاية فقرتنا الإخبارية. بعد الفاصل احتفال بثلاثة نماذج من الشباب الشابات اللي كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في احتفال خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل. هنستقبل منة الله ويارا وولاء بعد قليل.